صباح الخير لكل المشاهدين يلي ناطرين ببيوتهم فقرة جديدة من أوروسكوب كرمال تيعرفوا شو مخبّلون الفلك والأبراج من نصايح لنهارون. حب أذكر الكل أنه فيكم تتواصلوا معي عبر الإيميل horoscopelian@hotmail.com إذا حابين تعرفوا أي شيء بيتعلق ببرجكم أو بعالم الفلك. بداية فقرتنا لليوم مثل كل يوم مع الحمل. اليوم عزيز الحمل بتلاقي الفرصة المهنية يلي عم تبحث عنها وبتلاحظ مدى تقارب وجهات النظر بينك وبين زملائك بالعمل وهذا الشيء بيسهل التعامل بيناتكم. صدفة غريبة اليوم معقول تجمعك بشخص جاي من سفر وتطور هيدي المعرفة لتدخل بعلاقة غرامية بالمستقبل القريب. إذا كنت مرتبط بتكون مندفع بالتعامل مع أفراد عائلتك وحاضر دايما كرمال تبرهن لهم عن عاطفتك واهتمامك بولادك. أرقام حظك لليوم 30 35 و36. بننتقل لبرج الثور. رح بتزيد مصاريفك بشكل طبيعي هيدي الفترة، حاول ضبط ميزانيتك وخفف من شراء الأشياء الغير ضرورية. توقع استلام دعوة من صديق عزيز لمناسبة رح تسمح لك بالتعرف على أشخاص جداد. بتتمتع اليوم بالنشاط والراحة النفسية. أما أرقام الحظ 14 و4. ننتقل لبرج الجوزاء. انتبه يا صديقي الجوزاء على تصرفاتك وأحاديثك وتعاملك إن كان بالعمل أو بالمجتمع، لأن اليوم الأضواء رح تكون مسلطة عليك بشكل كتير مميز. بتشعر بالحذر داخل محيط العمل، جرب سيطر على طريقة التعامل مع زملائك أو مع أصحاب العمل. يمكن تتعرف يا مولود الجوزاء على نصف تاني اليوم خلال حفل ما أو من خلال دعوة عامة. خليك منتبه لأنه هيك فرص بتجي مرة بالعمر. برج السرطان. انت يا صديق مسيطر على الوضع المالي وبتحفظ لك خط الرجعة دايما، ما بتخاطر انك تكون بوضع مالي مش منيح. بنهاية الاسبوع بتقترب من فترة مش مريحة على الصعيد الاجتماعي والعائلي، بس هيدي المشاكل يلي بعائلتك او بمجتمعك اللي عايش فيه رح تنحل بطريقة كتير سريعة خلال اسبوع والمشاكل ما رح بتطول. الأسد. عزيزي مولود الأسد، شركائك على صعيد العمل أو العاطفي بألف خير وأوضاعك عم تتحسن. بتفكر جديا بشريك جديد لألك بالعمل وبتبحث عن ممول لامتمام مشروع بترغب فيه، ويبدو أنه هذا الشيء رح يتحقق ويتكلل بالنجاح. أما عاطفيا أنت والحبيبة على أحسن ما يرام وعلاقتكم ماشية بالطريق المزبوط. العذراء. الهموم المادية يا مولود العذراء رح تتعبك بالحسابات يلي إلها علاقة بالشركة أو بالعمل محل ما أنت بتشتغل، لازم تضلك منتبه تما توقع بمشاكل. أما عاطفيا الحبيب عم يمرق بمشاكل إله فترة وأنت منك حاسس فيه، وهيدا الوضع رح يسبب الانفصال. رقم الحظ اليوم 80. برج الميزان. بتشعر يا مولود الميزان بحاجة لتحسين علاقتك بشركائك بالعمل أو زملائك. هيدي الفترة يا عزيزي فيك تدخل شريك لتنفيذ مشروع ما. جرب تعمل بساق أكبر مع الشريك. أوضاعك العاطفية بتحسن مستمر، وقسم من مواليد الميزان بيرتبطوا بعلاقة جديدة أو بيجددوا علاقة سابقة. بننتقل لبرج العقرب. الدبلوماسية شيء أساسي بحياتك لتبني علاقات ثابتة ومهم على الصعيد المهني أو العاطفي أو الاجتماعي. أنت دايماً بتفكر بالإنسان يلي بوجهك قبل ما تحكي كرمال تما تجرحه وتحسب خط للرجعة. نظم حياتك تتعيش مرتاح وبعيد عن الهموم المادية. عرف نسق بين مداخيلك ومصاريفك. الاعتدال هو مفتاح الصحة على صعيد التغذية أو على صعيد الحياة العملية أو العاطفية. القوس. اليوم يا عزيز القوس الحظ إلى جانبك لتعزيز عملك وتوسيع مشاريعك بمكان عملك. النجاح بيكون حليفك بأي خطوة بتعملها بالمشاريع يلي تسلمتها بالفترة السابقة. أما إذا أنت كنت مرتبط عندك اليوم فرصة لتكسر الروتين وتجدد حياتك العاطفية والزوجية. بعض مواليد القوس عنده اليوم فرصة للتواصل لتفاهم من خلال حلول جديدة بتوضع حد لخلافات سابقة بعلاقاتهم العاطفية.
الجدي. خفف اليوم من التفكير الزايد وتكبير الأمور البسيطة، واعرف كيف تتصرف مع بعض المشاكل يلي راح تواجهها بعملك. شعور بالغضب بحركة كمولود الجدي بخصوص بعض الحسابات الغلط، وبيدفعك للتشاجر مع زملائك بالعمل، بس هيدي الطريقة ما راح تنفعك. لازم تكون أذكى وتتهرب من المشاكل وتحل الأمور بطريقة بسيطة أكتر. أما على الصعيد العاطفي، شوية مشاكل كانت بعلاقتك مع الحبيب راح تنحل قريباً، لأنك أنت إنسان متفهم وبتجرب إنك تستوعبه قد ما في. الدلو، حققت الكتير يا صديق الدلو، بس لهلأ بعد منك راضي 100% على النتيجة يلي عم تعطيها. إذا فكرت بإنك رح تقوم أكتر من هيك بقصص وإنجازات بالعناد فرح تفشل، لأنه التعصيب والسترس ما بيودوا إلا الفشل. جرب روق قد ما فيك وركز على شغلك، أنت إنسان ذكي ومسؤول وفيك تعطي قد ما بدك وأكتر إذا كنت رايق وفكرت منيح. أما على الصعيد العاطفي، أنت إنسان دبلوماسي بعلاقتك مع الشريك وبتجرب إنك تتفهمه قد ما فيك، بس الشك هو ضد مبادئك بالعلاقة العاطفية. بنصحك تسأله عن كل شيء أنت شكك فيه، والجواب أكيد رح يريحك ويحل الخلاف أو سوء التفاهم يلي بيناتكم. ومنوصل لبرج الحوت. ما ترمي الأفكار والانطباعات وما تحقد على حدا قبل ما تعطي فرصة للدفاع عن نفسه. هيدي المواقف الحكيمة يمكن تخفف عنك وطأة الوقوع بالتسرع والشعور بالخيبة. الحب ما بيتعايش مع الغيرة العمياء. بعض المشاكل الصحية الصغيرة محتملة، لكن بالإجمال أنت بتشعر بصحة جيدة. الخطر الوحيد هو تعرضك المتكرر لمراحل من الضغط بالعمل أو حياة الاجتماعية العائلية، لأنك أنت إنسان بتتحمل كتير وما بتحكي لحدا وبتفش يلي بقلبك. هيدا الشي بيسبب لك استرس وضغط، لازم تنتبه قد ما فيك على هيدا الموضوع. مولود برج اليوم، بدنا نعيدك ونقول لك عقبال المية. أما من صفاتك، مولود اليوم شخص غامض، ما بحب الارتباط، عنيد وصعب كتير تيقدر حدا يفهمه أو يفهم كيف بفكر. بالمقابل هو كمان شخص حنون، صادق، ذكي، واثق من نفسه وقدراته، شخصية قوية وفخور بنفسه وبيعطي بدون حدود. أصدقائي، وصلنا لنهاية فقرتنا لليوم. أنا بلاقيكم بكرة بمعلومات جديدة وفقرة جديدة من أوروسكوب.